ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من عمان الخبير الاقتصادي هشام الياور. أهلا بك أستاذ هشام. أهلا وسهلا أستاذ هشام، إلى أي مدى يمكن أن يساهم مؤتمر المانحين المزمع عقده في الكويت شباط المقبل أن يساهم في إعادة إعمار المدن المدمرة؟ يعني المتوقع حسب المعطيات الموجودة والمشاريع المقدمة من قبل العراق والتي تمثل حوالي 157 مشروع، معظمها مشاريع استراتيجية معنية بالأسمدة يعني الطرق والنخل والسكن، ولو سمي المناطق المنكوبة ولكن يبدو حصص المناطق المنكوبة التي تعرضت إلى الدمار والخراب نسبة من هذه المشاريع ما متوازنة مع حجم الدمار الذي أصاب هذه. وما يتوقع أن هنا أن تجبي من الدول المانحة 70 ممثل دول إضافة إلى مؤسسات مالية وبعض مؤسسات القطاع الخاص لتمويل ما يعادل 100 مليار حسب ما يتوقع العراق أن يغطي معظم هذه المشاريع المقدمة. ولكن الوضع العام في العراق كبيئة استثمارية بها شك من قبل الدول المانحة لما هو قائم في الوقت الحاضر من كثرة الفساد المالي والإداري. هناك بعض الخبراء الاقتصاديين أستاذ هشام استبعدوا جمع هذه المبالغ اللازمة لإعادة الإعمار في مؤتمر المانحين بالكويت بسبب تخوف المانحين من الفساد الجاري في العراق. ما هي الضوامن لتخصيص هذه الأموال والتأكد من أنها ستوجه للإعمار فقط؟ يعني بالتأكيد تفضلت به، هو الذي يجعل هذه الدول تتحفظ في عملية الاستثمار. أكو حالة الكويت لا زالت تعني باستحقاقها من الحرب الذي في وقتها كتعويض للكويتيين. لا زالت الكويت تصرف النقد من هذه الاستحقاقات بدل لو كان هناك ثقة واطمئنان فاستثمرت هذه المبالغ داخل العراق بدل ما أن تطلب من العراق بدفع المبلغ النقدي في هذا الظرف الصعب الذي يمر به العراق وحاجته إلى مشاريع ممكن أن تغطي جانب من الخراب الذي أصاب العراق. هذا حالة مثل ضعف الائتمان والثقة بالعمل داخل العراق للحالة الذي يعيشه العراق. نأمل أن يكون هذا المؤتمر حالة مفيدة للعراق في حالة اطمئنان أو تأمين بعض المستلزمات للدول المانحة من ضمانات تؤمن لهم عمل يتوافق وما يمكن أن تؤدي هذه المشاريع من خدمة للعراق والعراقيين بشكل. أستاذ هشام، إذا انتقلنا إلى موضوع آخر يتعلق بميزانية العام 2018، لماذا لم يتم تخصيص ميزانية خاصة بإعادة إعمار المناطق المدمرة؟ يعني هذا أيضا سؤال وارد، لأنه الموازنة عام 2018 كان تقدير سعر النفط في حدود 46-47 دولار. حاليا النفط بسعر السوق الحالي حوالي بين 67 إلى 70 دولار، أي ممكن هذا الفرق يغطي كثير من المشاريع على الأقل الأساسية التي تحتاجها هذه المناطق المتضررة. يعني هذا الفائض المتحقق خلال هذه الفترة ممكن أن تؤدي إلى سد جانب من العوز أو جانب من الاحتياجات خاصة البنى الارتكازية في المحافظات المتضررة. ولكن يبدو التوجه نحو الاستثمار يصوب نوع من التردد وعدم يعني القدرة على التنفيذ أو لمصالح خاصة أو لمشاريع خاصة.
أشكرك جزيل الشكر الخبير الاقتصادي هشام الياور، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.